العقل ملوش علاقة بالثبات الانفعالي في حالة الانفعال، الكل بيتساوى في تقبل الإيحاء، مفيش فرق هنا بين غبي وذكي أو متعلم ومثقف وجاهل. الخوف بيعطل التفكير وبيشيل القدرة على التصرف، الإيحاء في جوهره هو تثبيت فكرة معينة في الذهن. إذا فسدت البيئة فلابد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. سر نجاح أي ساحر في حاجتين، ثقته في نفسه وقوة اعتقاد الناس بيه. الدجل هو اللعب الذكي بآمال ورغبات الناس، ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون. النفس خلقت مطيعة للأوامر، خوف الناس من المستقبل بيسبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الإيحاء، وبالإيحاء الناس بتصدق أي حاجة. تعرف الناس ليه مصدقين في الخرافات وبيتلذذوا بسيرتها وبيستمتعوا بالفرجة عليها في الأفلام والروايات؟ ليه؟ عشان يسيطروا بيها على الخوف من بكرة والقلق اللي معشش جواهم. لازم تعرف إن الدجال بيتصنع بالدعاية الاتزاكية. الحرامي ما بيعترفش على نفسه إلا إذا كان بيغطي باعترافه على جريمة أكبر. كل شيء أصبح مزيف، الناس، الأفكار، الأشياء، حتى نظريات العلم بيفتتها الشك. الناس في حاجة لليقين، لحقيقة واحدة تكون ثابتة، ده اللي بيخليهم يؤمنوا بأي حاجة. الضعف ما بيفرقش من جاهل ومتعلم، هم اللي بيخلقوا الدجال وبيصنعوه بإرادتهم، زي ما صنعوا من الحجر تمثال وعبدوه البيضة والحجر. عبقري أحمد زكي، فيلم مش هتملي من رؤيته ولا من حكم، زي ما صنعوا من الحجر تمثال وعبدوه. تقبل مروري، لا تنسى الاشتراك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس.